تصعيد ثوار النجف الاشرف من امام بيت المحافظ لؤي فؤاد الياسري. دنك 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 على ثوار النجف الأشرف. الله أكبر، ثوار النجف الأبطال. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا على أرقام البرنامج، من داخل العراق تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوه أسفل الشاشة، من خارج العراق أيضا تقدرون تتصلون لكل من يسكن في دول المجر وكل الأشقاء العرب أيضا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوه أسفل الشاشة. فعندكم ذني الأرقام الأربعة للاتصال، اثنين دوليات وقبلهن اثنين إلى الداخل، وعدنا رقم خامس، رقمنا الخامس اللي هو هذا اللي تشوفوه أمامكم، هذا رقم الواتساب. رقم الواتساب مع الأسف لا يمكن يعني أنه أستقبل بيئة مكالمة صوتية أو فيديوية أو أطلع فيديو يرسل لنا من قبل المتصلين، وأيضا أي رسالة صوتية ترسل ما أقدر أشغلها، فقط رسائل. أتمنى اللي ما يقدر يحصلنا على أرقامنا الأخرى يكتب لنا رسالة، وأتمنى تكون رسالة متبوعة باسمه ومكانه حتى نعرف من وجتنا ومن وين، ونقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. طبعا الصورة اللي شفتوها بعد شارة البداية وهي مو موضوع الحلقة هاي الصورة اللي هي متظاهرين النجف أمام بيت محافظ النجف لؤي الياسري وإطلاق الرصاص الحي من قبل الحمايات باتجاه المتظاهرين اللي يطالبون بإقالة المحافظ لأسباب عديدة كلكم تعرفوها. أما موضوع اليوم والسؤال الأهم اللي يطرح اليوم، عدنا لاجئين ومهاجرين كثر، وأكو حالياً لاجئين بمصيبة اللي هم اللاجئين العراقيين الموجودين على حدود بيلاروسيا، ويقدر أعدادهم بأكثر من 3500 عراقي، أغلبهم يرفضون العودة للعراق. يعني رغم العذاب، رغم برودة الجو، رغم اللي ديقاسوه هم في الغابات، رغم أن هم لا دياكلون ولا دايشربون ولا أكو حماية لهم من برد الشتاء والثلوج اللي موجودة في تلك المناطق، يرفض العودة إلى العراق. السؤال ليش؟ محمد من تكريت حياك الله. كم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك أخوي العزيز؟ هلا بيك يا الغالي. أخوي العزيز اليوم موضوعنا على الفلاح. لا أنا موضوعي على اللاجئين، بس تفضل تكلم على السلاح. إحنا موضوع اللاجئين هذا ما يخصنا شيء، إحنا يخصنا السلاح بالعراق. نعم. إحنا زارعين هنا الحنطة. نعم. وانطيناها على الدولة صار تقريبا سنة. نعم. وجاء هذا الموسم الآخر ولحد الآن الموسم المضان ما أعطونا فلوسه. نعم. اي ناشد يعني وزارة التجارة تشوف لنا حل هالموضوع، والعالم راح تهجم القرى يعني ما ظل معيشة هنا صراحة الدين. نعم. اي حس العالم ما راح تمشي والماء ينقطع، ماي ما ظل. نعم. وقلوا علينا تعال كيمياوي، وقلوا علينا تعال الحنطة. اي اريد حل هذا الموضوع يعني الى متى. نعم. إيه ناشد وزارة التجارة وزارة الزراعة يشوفون حل هالموضوع. إحنا اعتمادنا على الحنطة، اعتمادنا على الزراعة في هالمنطقة ما عندنا غيرها. يعني نعم. طلنا الحنطة، طلنا الحنطة حتى 700-800، طلنا الكيمياء وسووا علينا 1,500,000. يعني فلاح من وين يروح؟ ما له قاعدة تربي. يعني ما يصير هيك. نعم. وهسه يعني وضعية تعبانة، حال تعبانة. نعم نعم. اي جو. حياك أخويا محمد، شكرا جزيلا لك. قضية الفلاحين والمزارعين العراقيين هي أحد الهموم اللي يعانون من أدها شريحة كبيرة من أبناء المجتمع العراقي،
لأنه أكو شريحة كبيرة من كانت تعمل في مهنة الفلاحة وتعتمد على محاصيلها المحلية حتى يعني يكون لها وارد شهري أو موسمي حتى تقدر تعيش هي وعوائلها. لكن ما يحصل اليوم من إهمال إلى الفلاح في قضية البذور، في قضية السماد، في قضية الواردات وحقوقهم، خلت هواية من الفلاحين يهجرون هاي المهنة ويحولون إلى مهن أخرى. أما نرجع إلى موضوعنا وهو موضوع اللاجئين العراقيين اللي يحاولون يطلعون من العراق ويوصلون إلى دول المهجر بشتى الطرق، ومن ضمنها استخدام الطرق المميتة أو القاتلة أو الصعبة، منها عبور البحار والمحيطات، منها عبور الغابات، ومنها التعرض إلى إطلاق الرصاص الحي من قبل حرس الحدود في دول الغرب. لكن مع ذلك أكو إصرار من هؤلاء على أنه يكملون طريقهم وما يرجعون إلى بلدهم. يا ترى السبب شنو؟ أبو عراق من الفلوجة حياك الله. السلام عليكم أخوي العزيز. عليكم السلام والرحمة والإكرام يا غالي. الله عز غاليك، أحييك وحي هذا البرنامج الطيب. والله ربي. بالنسبة للسؤال هذا سؤال وجيه، ليش اللاجئين ما يقبلوا يرجعون؟ نعم. أما الحالة يعني رفاهية وعيشة حلوة بالعراق، ليش ما يرجعون؟ يا أخوي العزيز عليش يرجع بس يدفتهم. هو هسه بالنسبة للهجرة هو بس اللي طالعين برا، هسه مقاموا من محافظات يهجرون بالعالم. شنو يرجع للعراق؟ على شنو هو؟ خل تسمع الحكومة. مرت عينا الحكومة على 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 اللي جاي يصير بالعراق. يا عمي العالم تعبت، والله أقسم لك بالله ناس نفسيتها تعبت. ولا هذا هسه لاجئ وبالبرد هو وأطفاله وشيته، وتقول له تعال ارجع، يقول لك ما ارجع. هذا لو اكو استقرار واكو امن واكو راحه نفسيه واكو عيشه حلوه هو ما يرجع؟ شكو باقي هناك؟ عمي مو عيشه صارت ذل 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 واهانه. مرت عينهم الحكومه وخلي يسمعون كافي. عادي يا حكومه وين بعد؟ يعني انا بس اسال من خلال برنامجكم وين يوصلنا بعد؟ لوين؟ شنو بعد اللي يشوفون اياه؟ شوف أنا أشكال تهجير قتيل أشكال عندهم بعد شي نوم 18 سنة شوفونا الويل. أكو شي بعد يشوفونا ما كافة؟ عادي يا عالم يعني ما تخجلون ما تستحون من جاي تتفرج علينا هاي الدول؟ ما تخجل معنا يعني ما عندكم قطرة حياة؟ حسن شاب ما يعني حياة ما عندك؟ ما تشوف هذا اللي جاي يصير بالعراق هذا؟ ما كافي يا حكومة كافي. متكاولين على الكراسي وعلى المناصب. التفتوا هذول، التفتوا هذول المجاعة اللي العالم قامت تلقط لهم مع احترام واعتزاز لهاي القناة، تلقط المزابل. كافي عاد كافي وطقت رواحنا. بس والله استاذي لا سمحت لي ولو طولت عليك. لا يا اخوي والله ارجع واقول العيب مو بس بالحكومة، العيب بالشعب. يا شعب كافي عاد كافي. والله صبرك ترى الحيل. وانا اشكرك اخوي العزيز. حياك الله اخوي العزيز ابو عراق. يعني اليوم يعني في اكثر من مكان تجدون، مو في اكثر من مكان، في كل دول العالم تجدون اكو لاجئين واكو مهاجرين واكو مغتربين من ابناء العراق. هذا البلد اللي قبل 2003 كانوا ولده يسافرون لأجل الدراسة، لأجل السياحة، لأجل السفر، لأجل المتعة، اليوم لأجل البحث عن الأمان. السؤال اللي لازم نفكر به، يعني مثلا وزارة الهجرة والمهاجرين تقول إنه هي أرسلت لجنة إلى الحدود البولندية البيلاروسية لإعداد تقرير حول العدد الحقيقي للعراقيين العالقين هناك. يعني وزارة الهجرة والمهاجرين موضوع اللاجئين العراقيين على حدود بيلاروسيا صار لهم سنين، صار لهم أشهر، وصار فترة القنوات التلفزيونية تتكلم عن اللاجئين العراقيين الموجودين على حدود بيلاروسيا، لكن لحد اليوم ما صار تحرك. هسه يلا وزارة الهجرة أرسلت لجنة حتى تقيم
العدد الحقيقي للعراقيين عالقين بهالمكان هذا زين، وراحوا وجوي وقالوا لكم عندنا 3500 اللي داي ينشر على مواقع الأخبار، وبعدين ايش راح يسوون؟ أبو حسن من بغداد، حياك الله يا أبو حسن. السلام عليكم أستاذ أكل. حياك الله أخويا. الله يسلمك حيل. أنا ولو أرجع المعذرة من عندكم اليوم، أنا بدي أتطرق لموضوع المعتقلين وليس قضية المهاجرين. المهاجرين يردون يبقون بالعراق ويحطون أيديهم بدينا ونتكاتف ونطردون الكلاب اللي قاعدين بمنطقة الخضراء. خلي يشوفون المساجين اليوم، السجون العراقية شلون غاصة مكتظة بالمساجين وقاعد يموتون يومية، قاعدين يومية يموتون بالجملة. ماكو هذول، وينهم نواب السنة؟ نواب السنة اللي يدعون هم والله العظيم ما يمثلون السنة ذولا. زين، وأنت وينك يا مصطفى الكاظمي؟ وينك يا برهم صالح؟ زين، أنتم صدام حسين سوية؟ والله ما تجون قطار القدر صدام حسين. يا كلاب، يا خونة، يا خونة، يا دول إيران. نعم. زين، وأنا يعني لا يمكن السكوت على ما يجري اليوم. طلع على قناة دجلة، وقناة دجلة قناة شريفة مثل قناة الرافدين ولا فرق عنها على الإطلاق. زين، ما يحدث اليوم على قناة دجلة، طلعوا من المساجين يهدم القلب. فأطلب من الشعب العراقي أن يتكاتفون ويصيرون حزام واحد، ومن هاي الحزام تلي منطقة الخضراء. زين، احنا قلوب محترقة على اولادنا من السجون، كلها خاصه السجون من المساجين وكلها من اسواقنا. نعم. وانا اشكر قفل. شكرا، شكرا لك ابو حسن. ابو احمد من كركوك، حياك الله ابو احمد. الو، السلام عليكم استاذ قفل. عليكم السلام والرحمه والاكرام. بالنسبه للطرح اللي طرحته، موضوع اللاجئين اللي على الحدود اللي ما مثلا رغم الاذيه مالتهم ما يرجعون للعراق. نعم. بما فيهم المتحدث أنا وياك، أنا هم أرد أطلع، أنا هم أرد أبقى بالعراق. لأنه فقدنا كل حقوقنا بهذا البلد، فقدنا كل اسم المواطنة. لا قضاء شريف، لا حكومة شريفة، لا تعامل، ما يحترمون المواطن، ماكو حقوق، ماكو أمان. ما تعرف من الدولة، الدولة الحزب المعين، الدولة الجيش، الدولة الحشيد، الدولة الجيش، ما تعرف منه، ما تعرف منه دولتك. فما احنا عايشين غربة، يا الله وكيلك، احنا نقعد من نوم نطلع لشغلنا ما نعرف احنا وين رايحين وشنو اللي راح نسوي وشنو هدفنا. فبالنسبة اللي على الحدود اللي يريد يعبر، يعني ليش يرجع؟ شو يسوي؟ يرجع. واللي داخل البلد عايش وقاعد ببيته ويروح يطلع شغله، زهقان وروحه من هاي العيش. أجل كاظم كل ابن الصدق الحشس، أنا صعد الدولار سوى 150، ما أفكر بالفقير، كل الأشغال وقفت، كل الأمور وقفت، سعر الدواء صعد، كل شيء، سعر الوقود صعد، ولا فكروا بالشعب. والشعب تباوع، الناس قاعدة وساكتة مستانسة وكأنه يعني ولا كأنه شيء صاير. وطلعت مظاهرات مليونية، غير الشعب كله يطلع يساندهم. نعم. فهذا اللي أنا أقدر أقوله، أكتفي وأشكرك وأشكر البرنامج. حياك الله أخوي العزيز. يعني التقارير الرسمية حول قضية، إحنا ما نحكي بس على اللي موجودين على حدود بيلاروسيا وليتوانيا، لكن اللي أجج هذا الموضوع في الأيام الأخيرة هم هؤلاء. أكو تقارير تقول 3500، أكو تقارير تقول 4000، أكو تقارير تقول يصلون إلى 5000، لكن أكو حالات وفيات صارت نتيجة استخدام القوة المفرطة أيضا من قبل حرس الحدود في ليتوانيا أو بيلاروسيا. أكو فقدان لطفلة بعد أن انفصلت عن والديها بنتيجة مطاردة الشرطة لهم. يعني أكو هواية حالات، يعني أكو هواية أشياء صارت بيهم ومآسي. قضية وما بيها، يجي واحد ويسأل هذا السؤال، يقول ليش هم حرس الحدود اللي موجودين هناك دا يتعاملون ويا العراقيين بهاي الصورة؟ وأنا أرد أسأل هذا السؤال، يا ترى هل الأوروبيين دا يتعاملون ويا العراقيين بهاي الصورة واستخدام قوة مفرطة وفتح
الطرق الكافة أمام الحرس الحدود بكافة الإجراءات اللازمة، ومنها استخدام القوة مع العراقيين نتيجة اللي دي يشوفوه من استخدام قوة مفرط من قبل الحكومة العراقية والميليشيات مع المتظاهرين ومع العراقيين. هل إلى دور هذا الأمر بحيث أنه الأوروبيين قاموا يشوفون أن التعامل مع العراقيين بهذه الصورة هو بهذا الشكل هي صورة صحيحة وشيء طبيعي؟ يعني إضافة إلى ذلك، الحكومة وراء هاي الفترة كلها هسه يلا فكرت أنه تروح تشوف أوضاعهم وتقدر وتفكر أنه ترجعهم لو لا؟ أبو حسن من صلاح الدين، أبو نجم حياك الله يا أبو نجم، أعتذر منك. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخوي. نعم أخوي. شلونك؟ هلا بيك يا الغالي. أخوي أنا أحييك وأحيي هذا البرنامج الرائع. حياك الله أخوي. والله إذا ظلت الوضعية هيشي بالعراق وإذا ظلت الميليشيات مسيطرة، ثق وأعتقد إنه ما يظل عراقي شايف العراق، ووضع العراق مسيطر عليه هاي الميليشيات وهاي الحكومة الفاسدة التابعة لإيران والدول اللي تنتهش بأرض العراق، ما يظل عراقي شريف موجود على هاي الأرض. نعم. وأنا أشجع العراقيين إنه يلتزمون ويصيرون إيد بإيد. يصيرون إيد على هاي الدولة الفاسدة. نعم. إلا والله ما راح يظل كل أحد بالعراق، كلها راح تهاجر. نعم. أيوة أشكركم وأشكر جهودكم على هذا البرنامج الطيب الرائع. حبيبي. أبو نجم يقول يعني إذا بقت الأوضاع على ما هي عليه وبقت هاي الحكومات وبقت الميليشيات تحكم بالعراق ما راح يبقى ولا عراقي عايش بالعراق. السؤال هو ليش وصلنا لهاي المواصيل؟ يعني الشعب العراقي طيلة حياته ما كان أتوقع في يوم من الأيام يفكر أنه يهاجر. الشعب العراقي والعراق كانت أغلب بلدان العالم تنظر له بحسرة وتنظر له بحسد للوضع اللي هو كان عايش به. الشعب العراقي كانت أغلب شعوب العالم وخصوصا دول الجوار تنظر لأنه هو قدوة، والكل يتذكر كلمة الرئيس الإماراتي السابق لما قال أتمنى تكون دبي مثل بغداد. شوفوا دبي وين صارت، شوفوا بغداد وين صارت. عندنا اتصال. أبو جاسم حياك الله يا أبو جاسم. أبو جاسم السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخي العزيز إحنا والله لو يطلع بدينا نموت أحسن لنا. ليش أبو جاسم؟ نخلص من هاي العيش هل كيف بس السياسيين عايشين، دكاترة عايشين، المقاولين التابعين للأحزاب عايشين، ولا الطبقة الفقيرة والله ميتين منتهين يا أخي منتهين. يعني والله قمنا نفضل الموت أحسن لنا. يعني زين والحل شنو أبو جاسم؟ يعني الحل إنه الشعب العراقي هاجر ويطلع ويعوف؟ لا مو هذا مو حل. الحل الشعب العراقي كله يثور ثورة واحدة وإيد واحدة ونطر ذولا السياسيين من العراق يلا نفتح. ماكو غير هالحل هذا. نعم. نتمنى يعني شمال جنوب غرب يصيرون ايد وحده ونثور ثوره وحده وايد وحده عين نخلص من دولة الحتات. دولة دمرونا يا اخي، دمرونا يعني. يعني نعم. الى متى نضل ساكتين؟ الى متى يعني؟ جريمه العراقي كيف دي جريمه. دولة كلهم اجونا من برا، كلهم اجونا تدمير وخراب وبوق ونهب وسلب وقتل. يعني إلى ما تنتحمل والله كريم إن شاء الله. نعم. وأني ممنون من عندك. ممنونك، شكرا لك أبو جاسم.
من محافظة الأنبار، وأدنى من الناصرية حيدر. حياك الله يا حيدر. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أنت شنو ظلتنا بالعراق بعد؟ نعم. شنو محصلين من وراء حكومتنا؟ نعم. راتب مثلا شنو نفطنا خير من الله شو؟ تاكل بيه باقي الدول. نعم. شنو ظلت بالعراق؟ أنا لو أهاجر من الصبح بس ما محصل حتى كرة أهاجر بها أي بلد. يعني ثلاث عوائل بيت واحد ما عنده راتب، يعني شنو ظلتي؟ نعم. أهاجر أحسن خلي باقي الدول تاكل بنفطي، تاكل ماي ما عندي، راتب ما عندي، شنو ظلتي بعد؟ نعم. شكرا لك اخ حيدر. ابو زهراء من ديالى تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. كيف اخوي العزيز؟ هلا بيك يا الغالي. اخوي العزيز صار اليوم البرنامج بيني وبينك تليفوني وقت تناقش. نعم. على اللاجئين العراقيين. ايه. زين انت تقول ان راجع خارج العراق، شلون راجع العراق؟ زين العراق وش فيه حتى يرجع العراق؟ اخي العزيز، يعني احنا لما فتحنا هذا العنوان وموضوع هذا الحلقه لانه اللاجئين اللي موجودين حاليا على حدود بيلاروسيا وليتوانيا بالغابات، والصور اللي طلعت هاي مو مخيب بالحرب العالميه الثانيه، ناس مهزومه من الحرب والدمار والصواريخ وطالعه بالغابات وتشعل اشجار حتى تتدفى. لا، ذولا عراقيين هسه بال 2021 لا هالبلد مطببهم ولا هالبلد مطببهم، وعالقين بالحدود، واكو شرطه، واكو بيهم من انكتل ومات من البرد، واكو بيهم من فقد طفل او طفله، واكو بيهم من عايش الضيم حاليا. اكو خيار لهم هو العوده للعراق، على رغم اللي دا يقاسوها يقول لك لا ما نرجع. اخوي العزيز، يرجع العراق على ضمن الميليشيات، يرجع على حكومه قسد هاي الموجوده بالخضراء، على شنو يرجع؟ هو بلد كله فاسد، حكومه فاسده، ويحشون هسه على صدام حسين، والله العظيم وخيرهم ما يجي قندر على صدام حسين. كان الشعب هسه انا مواليد 98 ما مكون نفس الحد له، ما مفتهم من حياته كل شيء. يعني شنو مفتهمناه من العراق من سنة 82 حرب ويا إيران جوباح وجبناه حروب لهذا يومك. حروب وحكومة فاسدة وتابعة لإيران. نعم. فعلى شنو أنت سيرجع؟ يرجع العراق؟ لا، يظل بيلاروسيا، يظل هناك لو حتى بتشون أحسن له. شنو فرق هسه قعدت هناك بيلاروس الحدود وفرقوا بالعراق؟ قال ما الظلم هو هاجر وطلع من العراق؟ نعم. على شنو؟ نعم. يعني يرجع؟ نعم. واشوفكم الشرطه ناقصكم. شكرا طبعا. شكرا لك اخوي. نمير من الديوانيه حياك الله. نمير؟ الو. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. هذا لا زحمة، إحنا بالنسبة لهاي الحكومة تعبتنا، حيل تعبتنا. يعني بالنسبة هاي الشغلة الناس اللي تاجر، يعني من تاجر الناس غصبا الحكومة العراقية يصرف لها راتب ويعيشون بنعيم، لأن يعني باقي بالعراق إيش معنى ما يصرفون هذه البقية؟ ليش من يهاجرون غصبا على الحكومة العراقية يعيشون بنعيم؟ بالنسبة للعراق كل شيء ماكو، حصر عليه الدينار، حصر عليه. نعم. يعني ما يصير هيك، يعني الحكومة حيل تحبتنا. يعني بالنسبة نقول الشعب العراقي يعني حلو، يا ما دامنا احنا ساكتين حلو حلو يصير هيك بينا، يعني ما دام احنا ساكتين ليش هالسكوت هذا؟ نعم. يعني من الناس تهاجر غصبا على الحكومه العراقيه يصرفون لها راتب وتعيش بنعيم، لان ما بالعراق كل شيء ماكو. يعني ما دام احنا ساكتين
شنو سكوت الشعب في سافي. وشكرا. شكرا لك اخ نمير. يعني المشكلة انه هسه اكو اجماع من المتصلين على الهجرة من العراق، وما بهم واحد اقل من يعني واحد او اثنين من المتصلين يقول لازم انه العراقيين يتكاتفون حتى نطرد هاي الاحزاب والكتل السياسية اللي وصلتنا لهذا الحال. لكن المشكلة يعني هل الهجرة راح تحل المشكلة اللي يقاسيها اليوم العراق واللي يعاني من ادها؟ يعني وهاجروا 100 و200 ومليون ومليونين والباقي زين، هذا البلد اذا العراقيين طلعوا من عنده لمن يبقى؟ يبقى لهم يتمتعون به وبخيراته وبفلوسه وبنفطه وميه وبترابه زين زين، هذا البلد ما يستحق انه لا احنا ما نفكر شلون ننهزم من عنده؟ ما يستحق هذا البلد انه اكو وقفه نوقف الهيا حتى نرجع مثل ما كان؟ هذا السؤال اللي اريد اطرحه الى الساده المشاهدين. ابو محمد ويانا حياك الله. انقطع الاتصال يا ابو محمد، اتمنى يرجع لنا مره ثانيه حتى نسمع رايه. يعني اليوم اللي يعانون اللاجئين العراقيين في بيلاروسيا، وقبلهم اكو لاجئين هوايه عبروا محيطات وبحار واستخدموا قارب وراحوا الى اليونان وطلعوا من عندها الى 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 دول المهجر، واللي قبلوه واللي رفضوه واللي رجعوه، وهواية عانوا العراقيين زين. هاي السنين كلها هي مو قضية مهاجرين بيلاروسيا بس، هي القضية الاهمال الحكومي. يعني ذولا يقولون احنا عراقيين، ذولا يقولون احنا جايين بصناديق الاقتراع، وذولا يقولون احنا انتخبونا وصعدونا زين، الانتخابكم ما لحق عليكم زين. هذا من راح وانهزم، ما فكرتوا انه هذا المواطن العراقي ليش انهزم؟ يعني اليوم لما يطلع مثلا اخ حيدر ويقول احنا ثلاث عوائل ببيت واحد وما عندنا راتب، انه يقول لك ثلاث عوائل يعني ترى مو ثلاث اشخاص، زوج وزوجة وقد يكون عندهم طفل وطفلين وثلاثة. لما يطلع مواطن يقول لك احنا عايشين بخيمة وداخل العراق، لما هسه يجيني اي نازح من النازحين العايشين في مخيمات النزوح من شمال العراق الى جنوبه ويقول لك يا اخي انا بعدني ببلدي، انا ما طلعت لا رحت الحدود بيلاروسيا ولا رحت الحدود ليتوانيا ولا عبرت بحر ولا محيط ولا طبيت بغابه، بس ترى انا هم قاعد بخيمه ببلدي لان ما عندي مكان. السبب شنو؟ يعني سبب اللي وصلنا لهذا الشيء شنو؟ اذا احنا عرفنا السبب والعراقيين يعرفون السبب، ليش ما دنلقى له علاج؟ اذا العراقيين يعرفون انه مثل ما قالوا المتصلين الاحزاب هي سبب ما وصل العراق الى هذا الحال، اذا احنا عرفنا من ويانا؟ ابو براء من كربلاء، حياك الله يا ابو براء. ابو مروه من محافظه كربلاء اخي. والنعم منك. الله يحفظك، تحية لك ولقناتكم الكريمة أخي. حياك الله أخوي. أنا عندي عتب على العراقيين هذول اللي ينهزمون. نعم. يعني ليش تنهزمون من هذا الواقع؟ ما تستحون، معيب عليكم. أنتم لما تنهزمون الحل شنو هو يعني؟ الحل إحنا بالنتيجة يعني عندنا خيمة نحطها جواباتنا ونشرد نطلع من العراق، هو هذا الحل؟ عيب عليكم. تحون هذول، انا مع كل احترامي، انا الله العظيم انا انقهر لما اشوف هاي الاطفال وهاي النساء وهاي الرجال، عيب عليكم بقوارب وبهالشواب تعبرون دول. والله شنو العراق ما ينعاش فيه؟ على اي اساس العراق اللي ما ينعاش فيه؟ لكن احنا اللي سوينا العراق هالشكل، احنا في ديانا، فعلى العراقيين ان ينتبهون. احنا طيب لازم ابو براء سلوكنا ابو براء حتى نفتهم. نعم. حتى نفتهم. نعم. التقصد تقول احنا اللي سوينا العراق ما ينعاش به، شلون؟ احنا كشعب اخي شلون؟ احنا جزء من هاي المسؤوليه. من يوم اللي بدت الانتخابات الى حد لا حد يعني بهاي الانتخابات الاخيره يلا بدا يعرف الشعب الانتخابات هي ضحوكه وكذب ومسرحيه، فجزء من شعبنا هو اللي كان مشترك بهاي المسرحية بسبب
يعرف لازم احنا نفهم سلوكنا احنا كمواطنين، لازم احنا نفهم احنا لازم نقدم هويتنا الوطنيه. يكفي طائفيه، ركضنا ورا الطائفيه، السني ورا السني والشيعي ورا الشيعي والكردي ورا الكردي، وعفنا الهويه الاصليه العراقيه. فعليه هذا ما فعلناه، وهذا كل الناتج اللي نعيشه. طيب ابو براء، العراقيين ابو براء كلامك على العين وعلى الراس، جلسه تشرين. نعم نعم. كلامك على العين وعلى الراس ومنطقي جدا، لكن احنا ولد اليوم صح؟ نعم اي نعم. اذا اريد نفكر باللي دا يصير اليوم بالمعطيات والواقع، عندنا نعم. مثلا شريحه كبيره من العراقيين عاطلين عن العمل، يعني هو نعم. ملاقي ياكل ويشرب، ملاقي يعيش نعم. وملاقي راتب نعم. ماكو رعايه اجتماعيه نعم. ماكو شيء، فعايش نعم. تحت خط الفقر. عندنا اميه نعم. عندنا نازحين نعم. هم جوا بلدهم ونازحين ومحبوسين بمخيمات نعم. ممنوع يطلع من المخيم. زين هذا شلون تريده يفكر اليوم ولما يشوف هذا الحال؟ بالمقابل من رخصتك حتى تكون نعم. الصوره كامله نعم. اكو قاتلين نعم. دي يقتلون ناشطين ويقتلون مدنيين ويقتلون متظاهرين نعم. اكو اتاوات نعم. تندفع اليوم بالعراق كانما تذكرنا بحالات نعم. الخاوات قبل، واكو مخدرات وتجار مخدرات بملايين الدنانير نعم. عايشين براحتهم نعم. والمواطن نعم. مكلبج. هذا شلون يفكر؟ نعم اخي، بالنسبه للنازحين والخيام ذولا كلهم معذورين نعم. معروفه ظروفهم، جزء من شعبنا معروف نعرف ظرفه. لكن اليوم بعد ثوره تشرين اخي نعم. لما صاح المواطن اريد وطن، كلمتين تعني ما تعني هي مخزن للفضيله. لما طلع المواطن صح أريد وطن، يعني أريد سيادة، أريد كرامة، أريد بلد بدون تبعية. يعني البعض فهمها أنه أريد كهرباء ومي، لا 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 لا، أكبر من هذا وأكبر من هذا. لما رفع شعار أريد وطن، هنا بعد الشعب العراقي لازم يقول، لازم يتكاتف يقول كفى أيها الطبقة السياسية. ليه وانت يتوصلون بعد ما وين توصلونه؟ فيكفي أخي إذا الشعب إذا رات شيء يا أخي، والله العظيم يعمل المستحيل. وهذا الدستور العراقي اللي هم كتبوه واللي إحنا مع الأسف رحنا صوتنا عليه، أول إذا يسمح بالتظاهرات بدي أظاهر 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 إلى أن أغير. نعم نعم، يصير قتل، يصير اختيالات. لا العد هو هذا الثمن، هو هذا العد. شنو العد؟ إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. نعم. فعلى الشعب العراقي رجاء، على كل من يسمعني، هذا بلدنا، هذا بلدنا وهم الغرباء، فعلينا جميعا أن نتكاتف يا أخوان. المؤامرة كبيرة جدا، باوع الوضع الإقليمي، الوضع الدولي، إحنا شنو وضعنا بهاي المنطقة اللي اسمها الجمهورية، جمهورية العراق. احنا لازم نعرف شنو وضعنا، احنا لازم، ما حد يجي يعدلنا، لا امريكا ولا ايران ولا تركيا ولا دول الجوار. اليوم العراق كالجمل، كالجمل، هذا الجمل اللي يحمل ذهب وقعوه، فماكو دولة اليوم تحن على العراق وتشيله. خلوا لا نعتمد على هاي الدولة وعلى ذيك الدولة، يكفي نعتمد على رواحنا اخي. هذا اللي اريد اقوله، ونتمنى ان شاء الله للجميع الهدايه، نتمنى لشعبنا الهدايه ان ينظر الوضع بلده، ونتمنى النهضه الشعبيه ان شاء الله. هذا اللي اتمناه، وشكرا جزيلا اخي. حياك الله اخوي العزيز ابو براء. يعني ابو براء احييك اجمل تحيه على ما قلت، لانه البلد بلدنا فعلا، والعراق عراقنا، والارض ارضنا، والسماء سماءنا، ويجب ان ندافع عنها. لكن بالمقابل يا أبو براء، مثل ما قلت لك، إحنا ولد اليوم. اليوم بالعراق أكو هواية مشاكل، ومن ضمن هاي المشاكل السلاح المنفلت اللي فعلياً هو مو منفلت، يعني هو بيد الميليشيات، وهاي الميليشيات كلها عندها كتل سياسية، وهاي الكتل السياسية عندها أحزاب، وهاي الأحزاب هي المشتركة بالعملية السياسية، والعملية السياسية اللي مسويها الحكومة. ففعلياً هو مو سلاح منفلت، هو بيديهم، بس منفلت على الشعب. منفلت يقتل المتظاهرين بالنجف،
لأنه يقولون إحنا ما نريد المحافظ. من فلت لأنه يقتل المتظاهرين بالبصرة لأنه قالوا نريد وطن. من فلت لأنه يقتل المتظاهرين على جسر الزيتون بالناصرية لأن هم نشالوا شعار نريد وطن. من فلت لأنه قتل وسوى مجزرتين بالمطعم التركي ومرأة بالسنك بساعة خلاني بشارع الرشيد. من فلت لأنه المواطن العراقي لما يطلع ويقول أنا أريد وطن هذا السلاح يشتغل مثل مراحه هواية ناشطين صفاء غالي وصفاء السراي وشام الهاشمي أمجد الدهامات مهند كلهم راحوا نتيجة أنهم قالوا إحنا نريد وطن. أغلب الناشطين والمتظاهرين راحوا لأنه قالوا نريد وطن. هاي المعطيات اليوم تتخلي الناس ينحبطون لأنه ماكو واحد دا يدعمهم. لا أكو مجتمع غربي دا يدعم العراقيين ولا أكو جامعة عربية دا تدعم العراقيين ولا أكو حاضنة داخلية دا تدعم العراقيين. بالمقابل المواطن العراقي دا يباوع أنه حكومات تتغير وتتشكل وانت تقول بآخر انتخابات يلا العراقيين حسوا أنه انتخابات مزورة. لا أنا أقول لك بل قبلها من أيام ما المحكمة الدستورية حكمت للمالكي بدل الأياد علاوي عرفوا أنه أكو بيها تزوير وأكو بيها بلاوي. من أيام ما طلعت المخبر السري من أيام ما بينت قضايا الأربعة إرهاب من أيام ما صار أكو مجازر في محافظات العراق من أيام ما صارت أكو تهجير في محافظات العراق عرفوا العراقيين أنه هاي الحكومة قلبها مو على العراقيين. لكن السؤال اللي ينطرح اليوم بهاي المعطيات كلها شلون المواطن العراقي يقدر يوقف وبوجه قوة؟ قبل ثورة العشرين اللي صارت بالفالة والمقوار قدام الإنجليز والإنجليز كانت عندهم دبابات ومدافع ورشاشات وبنادق ومسدسات كانوا الشعب العراقي إيد واحدة كانوا الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه متكاتف. ولو ننظر إلى البيان التأسيسي ما يعني بيان تأسيس الحكومة العراقية أو بيان التأسيسي للعملية السياسية بعد ثورة 20 ستجدون كثير من شيوخ عشائر العراق تلك الفترة من كل مناطق العراق وقعت عليه لأنه كانوا متكاتفين. اليوم أكو مشاكل هواية هاي شلون نحلها؟ محمد من أمريكا حياك الله. السلام عليكم طبعاً حي قناة الرافدين. حياك الله أخوي. بدون زحمة العالم تنهجم من ظلمها العالم غير تنهجم من ظلمها غير أن الميليشيات يدخلون المخدرات والقتل والسبيل برحط العواحد من الحشد لإيران الحشد كربلة عنده مخدرات مذكرة من إيران طبهم كربلة هم القيادين دول يصرفون على الميليشيات والميليشيات هم جاء دخلوا من المخدرات يا أخي يا شيخ يا غلط الشيخ رحمة الوادية هذا الشيخ حميد هذا الشيخ حميد الخايس الهايس ماذا الخايس الهايس يقول المالكي لازم يشكل الحكومة المالكي يشكل الهايس بس أول بارحة لعب القناة ما فيها قناة نفسي يقول لازم المالكي يشكل الحكومة أبو صراع شوف حتى حقيقة ليه دراما كتلوا هم المحافظات السنية الدراهم انت من ضمن قتله نهجروا الآن من أبار من سلوجة من سكريس من مناطق السنية بكبرها انت شوخ العشاب 2003 شوخ مال 2003 تبو شوخ شوخ المادة تبتلت الشعب أنا من المادة والله ينتقم علي يا شيخ حميد الهاي بس أنا أقولها الله ينتقم عليك وعلى المغاربة تحياتي القناة الرافدين تحياتي لكم والشعب العراقي العظيم. حياك الله أخوي العزيز. يعني مثلا أخ محمد حط إيده على جزء من المشكلة، أبو براء حط إيده على جزء من المشكلة، كل متصل اليوم دا يحط إيده على جزء من المشكلة. يعني اليوم اللي دا يصير بالعراق هي مجموعة من العراق اليوم ما بيشي زين، واحد يحكي ضميره، هي مجموعة من المشاكل واحدة مرتبطة بالثانية. بس لما نوصل لي فوق وشنو سبب هاي المشاكل أنا أرد أسأل مشاكل العراق كلها منو سببها؟ صباح من بغداد حياك الله.
عليكم استاذ افعل. حياك الله اخويا. طبعا موضوع الهجره يعني هواي امور يعني ساعدت بالهجرة للخارج العراق مثلا. نعم. عندك الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني والأحزاب الحاكمة. نعم. الأحزاب الحاكمة سوت فتشي دمرت النسيج العراقي وهذا الوضع الأمني المزري من اغتيالات الدكاترة والضباط والعقول وتهجير العقول. هاي اجت فترة من 2003 لغاية 2010 اللي قتلوه واللي هاجر، هاي كلها مقصودة. يعني عندهم مشروع بالعراق لازم يسوونه هو تهجير العقول. وهسه حاليا حتى الشاب العراقي من يدرس ويخلص كلية ما له مستقبل بالعراق، لأن لا أكو مصانع ولا أكو وزارات تعينة ولا أكو عمل بالعراق. حتى إذا تعين فهو قاعد وراء ميز أو قاعد بغرفة ويا موظفين، يعني ما راح يخدم الوطن لأن كل الوزارات واقفة عاطلة. فأكو شباب عندها طموح يريد يشتغلون، فصارت الهجرة إلى أوروبا وإلى غير دول، وراحهم يعملون في قطاع خاص أو راح يدرسون يكملون دراسة وهاجروا من البلد. هاي تعتبر خسارة للعراق وللمجتمع أصلا، يعني خسارهم من دكاترة يهاجرون ومهندسين وضباط وطيارين وعلماء، كلها على إيد الأحزاب وميليشياتها وعلى إيد المحتل الأمريكي اللي هو أساس بلاء كل ما صار بالعراق من تقسيم ومن طائفية ومن الهجرة ومن الاغتيالات اللي صارت ومن هذا تشكيل الحشد اللي صار عبء على المواطن العراقي أكثر ما عنده فد انتصار وإنجاز حقيقي. فالعالم هاجرت من وراء القتل، من وراء هذا العامري ومن وراء المالكي ومن وراء القضاء العراقي الفاسد اللي ما ضاعت حقوق كل المواطنين. فصار طموح أي شاب أو رب عائلة يقول لك أنا أخذ عائلتي وهاجر خارج العراق، حتى لو يروح تركيا يروح لألمانيا لأوروبا يقول لك أطلع من هذا البلد ما ظلت عيشة به. ليش؟ لأن هاي التفجيرات والاغتيالات والسجون المليانة بالأبرياء والاغتيالات أكثر شيء، الناس تخاف على ولدها طلعتها لأوروبا. يعني الأب والأم بالعراق وولدهم يخرجوهم إلى أوروبا في سبيل يخافون من سطوة الميليشيات اللي هي جاي تحكم البلد، تحكمه بالكواتم وبالتفجيرات وتحكمه بالاغتيالات. فالعراق ما بقى بي شيء واحد يبقى به حقيقة. يعني شباب هواية يريد يهاجرون، يا أبو وين تروح؟ أروح لألمانيا أشتغل أي شيء. ما بقى بالعراق لأن لو أهله يخافون عليه، لو هو ما مأمن على روحه. وشفنا إحنا هسه، شوف المستويات اللي بالتربية شون نزلت، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، الصناعة، الزراعة، كلها هبطت لأن كل العقول الموجودة بهاي الوزارات هاجرت. ما بقى بس حشاك الفاسد والمستفاد من هاي الأحزاب واللي جاي يسرق واللي جاي يرتشي بقم بهاي المكانات. أما الناس الشرفاء والطيبين يعني الأغلبية منهم هاجرهم من ضيم الأحزاب اللي هسه جاي تنفذ مشروع إيران، جاي ينفذون مشروع إيران من هاي التقسيم العراق إلى سنة وشيعة وأكراد، من الطائفية هاي المقيتة اللي جاي يعتاشون على دماء الأبرياء الأحزاب. وإيران تريد تدمر العراق، وفعلا دمرتنا، رجعتنا إلى 100 سنة لورا. يعني كل شيء ما عدنا لا بنية تحتية، لا إنجاز، لا صناعة، لا كهرباء، لا تطور، لا علم، لا وزارات ناجحة، لا العراق وصل إلى مرحلة متقدمة من أي شيء. كل شيء ما عدنا من وراء هاي الأحزاب اللي جاي تحكم. هي تريد تهجر الناس، تريد يهجرون الناس، يخلون بس ثلث موجود بالعراق وثلث يهاجروا وثلث تحت سطوتهم بالسجون. وفعلا هذا هو، هاي التقسيمة موجودة عندهم، يعني موجودة. هسه أنا ما أمن على نفسي بالعراق، شلون أبقى بالعراق؟ بس باقين هيك من لا شارة، هيك عايشين نمشي ويا الحائط وما خلصانين من الحشد وسطوة الحشد، والنوب طلعوا لنا مكاتب اقتصادية، التاجر بالمخدرات وتهرب نفط ويقتلون بالعالم. يعني فهاي الدولة هي دولة مع الأسف عليهم الله. إذا هاي دولة تسمى بين الدول الموجودة المحيطة مثل الأردن ودول الخليج أو مصر اللي عايشين بازدهار. شكرا لك اخ صباح. رسالة واتساب، السلام عليكم، كيف الاوضاع لديكم بعد الانتخابات التي صارت؟ اصور رسالة من المملكة العربية السعودية. اخوي العزيز، شوف الاخبار تعرف ان اوضاع العراق اليوم من سيء الى اسوء. السلام عليكم، ابو زين عابدين من البصرة.
تأجيل محاكمة قاتل هشام الهاشمي إلى نهاية إشباط قرار ميليشياوي بامتياز، وإلا فأي تحاليل تحتاج إلى شهرين ونصف. السلام عليكم ورحمة الله. حتى البرج خايفين منا ذولا المتخلفين لديول مثل ساحة اللقاء 25 معلم تراثي فيها. هؤلاء العملاء لا يحبون لا تراث وتاريخ، يحبون التخلف والخرافة. السلام عليكم. لا يرجع اللاجئين لأن العيش في العراق في بدائيته وصعوبته لا يقل قسوة عن السكن في العراء، ويا ربي فرج همهم وينصرهم ريا من أمريكا. السلام عليكم، تحياتي لقناة الشعب العراقي الجريح ولمقدم برنامج صوتكم الرائع. أخي الغالي، لو أتيحت الفرصة لأغلب عوائل وشباب الشعب العراقي للهجرة لهاجر منذ سنين طويلة مضت، ولكن كما يقول المثل العين بصيرة واليد قصيرة، الشعب العراقي مغلوب على أمره ويعانون الفقر نتيجة تسلط هذه الزمرة الفاسدة على مقدراته، ولكن إذا الشعب أراد حياة فلا بد أن يستجيب القدر. مع تحياتي واحترامي أخوكم أبو محمد من النرويج. عراقية من ألمانيا تقول جوابي على سؤال البرنامج هو: هم أصلا لماذا خرجوا من العراق طلبا للجوء؟ وهل انتهت الأسباب التي أجبرتهم للهجرة والتي منها انعدام الأمن والبطالة وانتشار الميليشيات القاتلة في العراق لكي يعودوا؟ وآخر رسالة: ماذا جرى في العراق هو من أيدينا، لأن إحنا رحبنا بهذا التغيير دون تفكير. هذه خطة دولية لتهجير العراقيين والسوريين وأهل اليمن وتخريب لبنان وقتل صدام والقذافي، لأنهم الوحيدين الذين يسعون للحفاظ على سيادة الوطن العربي فقط. شكرا للولايات المتحدة الأمريكية لتفتيتنا. مشاهدينا الكرام، هذا ما يحصل اليوم بالعراق والعراقيين على حدود أوروبا وداخل العراق. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله. في أمان الله.